إنما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية. إن زوال الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تغيير المصير ليست منة أو مكرمة من أحد. الوساطة والعمل الإنساني هما خيارنا السياسي والاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي، وواجبنا الإنساني قبل السياسي، ولا نمنن به أحدا. إن مفتاح الأمن هو السلام العادل. أوقف العدوان على غزة، أوقف الحرب على لبنان. وفي اليمن الشقيق نتطلع إلى الحفاظ على هدنة عام 2022 والانطلاق منها نحو وقف شامل لإطلاق النار وإزاء الأزمة في سوريا. فإن موقف دولة قطر واضح منذ البداية وحريص على مصلحة الشعب السوري الشقيق. وفي الشأن السوداني ندعو جميع الأطراف السودانية إلى وقف القتال، ونؤكد على دعمنا لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذه الأزمة بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة وسيادة السودان واستقراره. وفي ليبيا ندعم المسار السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ونحث كافة الأطراف على العودة إلى الحوار وتجاوز الخلافات من أجل إتمام المصالحة الوطنية الشاملة. نؤكد أن دولة قطر لن تدخر وسعا في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع.